خلاص كذا الحمد لله تمام. بسم الله. بقي لي شويه بس. ابي جغمة تكفى. هذا من فين جايبه؟ هذا قوي مره. هذا اللي اخذنا. ايوه جايبه من جيبي. رجعي تحرك المريض، احنا لازم نودي في في هبوط. في هبوط؟ هبوط اضطراري. Yes, actually, you go that way, straight ahead, and there's a roundabout, you go right, and then you can find it there. شكراً. Thank you so much. أهلا وسهلا والله، مرحبا فيك. إيش كلمة الأدب هذه؟ إيش تتكلم معي؟ هاي قليل الأدب، ما عندك خواتي؟ ما تصحى على وجهك؟ استغفر الله، ما أصلي قليل الأدب. دخلك بالله، دخلك. إيش الأدب ما أصلي؟ وش اللي عندي؟ صلي على النبي، رجال بيتفاهم معك. قسم بالله قليلة أدب. Straight, then right. السلام عليكم يا رجال. هاي يا اخوي عامر. والله سمعنا ان عندكم وظايف ونريد نتوظف طال عمرك. انت تبي تتوظف؟ اوف يا دلع، وانا مين برجال؟ لا مو كذا، بس عند المهمه لو نفذتها وظفناك بشكل رسمي، ايش رايك؟ ابد زهليله يا رجال. يلا يا مروان، هذا بيت مروج، انزل داهمه. زهليله وين؟ ترطب يا اخوي، رايح انس انت. الهطف ذا. زهليله يا رجال. مخدرات يا ولد. اوه هذه تقصد، هذه كل ما ارميها ترجع لي. تعال اوريك. تعال يلا تحرك. والله طخيك انت. عطني حبوب اوريك. عطني حبوب. امسك يلا ولد. وين الحبوب ما رجعت؟ يا طيب اي حبوب؟ ايش سوي عزوز؟ هلا هنود، كيف الساعة ما في كوعة؟ سيارة فجأة هنا خربت. لا يا شيخ، فين؟ سيارة اسمه علي سمسم. دقيقتين وأنا عندك حبيب. بالله بسرعة. يا أخي وينك؟ أول ترى استنى أنا هنا. استنى 7 أيام بناء تلعب بلايستيشن ولا ما اعطاني السيارة؟ فين الاخوة؟ فين الصداقة؟ يا ابني انا عندي مشوار. تعال العب يا شيخ. معليش كم مكان؟ ما بتفوت. الو فينك يا هو؟ يلا 3 دقايق وجاي.